ملتقى المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ينعقد حاملاً على عاتقه جملة أهداف يأتي على رأسها تحريك عجلة الاقتصاد الكويتي والاهتمام بمشاريع الشباب. تم اختتام المؤتمر الصحفي الخاص في انعقاد ملتقى المناقصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اللي نعتقد أن هذا الملتقى راح يكون له دور كبير وفعال في تحريك العجلة الاقتصادية في الكويت، والتركيز على المشروعات الصغيرة في الفترة القادمة أعتقد بات ضرورة، لأن اليوم خصوصا بعد وجود هناك بدائل للطاقة النفطية في الفترة القادمة اللي راح تكون دخل الكويت في منطقة محرجة اقتصاديا، لكن أعتقد التركيز وإعطاء فرصة للمشروعات الصغيرة في المرحلة القادمة والتركيز على بناء هذه المشاريع راح يكون أمر جدا مهم ان احنا نركز عليه. الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة له دور كبير في تدعيم ودعم المشروعات الصغيرة في كل الجوانب، وليس فقط جانب التمويل اللي حاليا كثير من رواد الاعمال والمبادرين يعتقدون ان دور الصندوق الوطني هو فقط في التمويل، ولكن احنا مشاركين في هذا الملتقى الامانة لدعم المعرفة ودعم المشروعات الصغيرة في تسجيلهم في قوانين جديدة لمصلحتهم، اللي منها قانون المناقصات وشلون طريقة الاستفادة من هذه القوانين. طبعا نفخر اليوم كشركة زين بأن تكون الراعي الرئيسي والاستراتيجي لملتقى المناقصات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. أمانة هذا يأتي تماما مع استراتيجية شركة زين بدعم الأنشطة لرواد الأعمال للمشاريع الصغيرة وأيضا لفئة الشباب اللي متواجدين فيها في المجتمع الكويتي. أمانة اليوم احنا نفتخر بأن نشوف مجموعة من الشباب الكويتي ممثلة بأخوي داود وجميع الحضور أن يكون في هذا التنظيم الرائع لهذا الملتقى، خاصة أن هذا الملتقى راح يتحدث عن الأمور القانونية والتشريعات وهذا اللي نحتاجه اليوم في المجتمع للتحدث عنه ونتكلم عنه، ويكون هناك في awareness أو نسميها توعية في المجتمع في هذه القوانين وهذه التشريعات الحكومية.